تسبب تساقط الأمطار مؤخرا على الهضاب العليا وباقي المناطق الساحلية للوطن من تنفس في تنفس سد إغيل مدى بخراطة، ما سمح بعودة ضخ المياه تجاه سد الموان بولاية سطيف بعد طول انقطاع دام لشهور، وهذا بعدما أدخلت وكالة السدود حيز الخدمة مضخة واحدة من أصل 4 مضخات بسعة 129 ألف متر مكعب يوميا في انتظار ارتفاع المنسوب وعودة السد لما كان عليه سابقا. المزيد من التفاصيل مع الزميل فارس شاي. استبشرنا خيرا من خلال تساقط الأمطار في الفترة الأخيرة، مما سمحت إلى إعادة عملية الضخ انطلاقا من سد إغيل مدى نحو اتجاه سد الموان. تعود المياه تدريجيا لامتلاء سد الموان، وذلك من خلال مضخة واحدة بسعة 129 ما يقارب 129 ألف متر مكعب يوميا. هذه الكمية سوف تسمح إن شاء الله إلى امتلاء السد تدريجيا، بها تكون الأريحية، احنا بنكون الأريحية والعد المواطني، ويكون ترجع المياه كما كانت سابقا، كانت مرات توزيع يلحق حتى 24 ساعة 24 ساعة.